Class number 12. يلي كولتس سكشن بي امهر بعمر السنه المجموعه با. Here we go. يلا حبيبنا ماشي ماشي walk please ماشي ماشي don't stop. صباح الخير حبيبنا العارضين. نظام العرض مسؤوليتكم وأنتم لها إن شاء الله. بالتوفيق لجميع العارضين والمشاركين. مشكورين حبيبنا العارضين على الحفاظ على هذا النظام. وين تحية جمهور للعارضين على هذا النظام وعلى هذا الانضباط. مشكورين بهذه الفئة الرائعة من الأمهار. Good luck to all of you. مسي 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 حبيبنا مسي.
يلا خيا يلا حبيبنا شد حالك. بدون نايلون شباب بدون نايلون. علامات المهر رقم 143 براق ابن الفحل كنز ألبي داير والأملية لبيروت المربي مربط الهيب المالك منير الملاح جنين. The next course goes to court number 143 براق is by كنز البداير أو تفلية لبيروت
The breeder, Al-Havi Stadium, the owner, Munir Al-Mallah, Jenin. Type 18.5, 18.5, 19. 14.5, 15, 15.5, 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 15
علامات المهر رقم 144 ستاي اتش ابن الفحل دي ابن رشيم والام اتش سامبا المربي اسحاق حلاك المالك مربط ابو الريان كابول. The next course goes to court number 144 ستاي اتش is by دي ابن رشيم out of سامبا اتش the breeder اسحاق حلاك and the owner ابو الريان استاد كابول تايب 19 19 19 19 19 all the cross head and neck الرأس والرقبة 19 19 19 18 ونص 19 19 18.5 بعدين top line الجسم والجزء العلوي 18 17 ونص 18 18 18 17.5 18 and 18 legs الأرجل 16 15 ونص 15 ونص 15 ونص 16 15.5 15.5 15.5 وموفمنت الحركة 19 ونص 19 19 19 19 19.5 19 19 19. العلامة النهائية للمهر رقم 144 ستاي 90 ونصف العلامة. The total score for court number 144 ستاي 90.5. Next.
علامات المهر رقم 145 النمرود للفحل جدعان الشخب والأم شروق الفواز المربي الفواز استاد الملك علي شيمي المكر. The next course goes to court number 145 النمرود is by جدعان الشخب out of شروق الفواز. The breeder الفواز استاد and the owner علي شيمي المكر. Type 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18. هيدي النكر رأس والرقبة 18 18.5 18.5 18.5 18.5 17.5. Body and top line الجسم والجزء العلوي 18 18 18 17.5 18.5 18.5. Legs الأرجل 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 and 14. وموفمنت الحركة 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 17.5 18.5 17.5. العلامة النهائية للمهر رقم 145 النمرود 86.75. The total score for court number 145 النمرود 86.75. علامات المهر رقم 146 رغدان سيف من الفحل وادي الشغب والأم شهيلة المربي والمالك المربي عماد زيود المالك جهاد زيود الناصرة. The next course goes to court number 146 رغدان سيف is by وادي الشغب out of شهيلة. The breeder عماد زيود and the owner جهاد زيود نظريث تايب 19 19 19 19 19 19 19. All the cross هيدا نيك الرأس والرقبة 19 19 19 18.5 19 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
17.5 17.5 17.5 and 18 legs الأرجل 15 ونص 15 وموفمنت الحركة 18 ونص 18.5 all the cross. العلامة النهائية للمهر رقم 46 رغدان سيف 89.12. The total score for quilt number 146 رغدان سيف 89.12.
Next. المهر رقم 47 خارج البطولة بسبب الإصابة. كولت نمبر 147 is lame. علامات المهر رقم 149 دبي العنان ابن الفحل إيفرست والأم ملك العنان الملك والمربي المربي مربط العنان المالك صائب بركات القدس. The next course goes to court number 149, Dubai Al-Anan. He's by Everest out of Malak Al-Anan. The breeder, Al-Anan stud and the owner, Saib Barakat, Jerusalem, Al-Quds. علامات دبي العنان رقم 149 تايب 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 هيدي النيك الرأس والرقبة 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 all the cross بعد عن top line الجزم والجزء العلوي 18.5 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
15.5 One movement الحركة 18 17 نص 18 18 18 17.5 18 18 العلامة النهائية للمهر رقم 49 دبي العنان 88 علامة. The total score for court number 149 دبي العنان 88 points. Next.
علامات المهر رقم 150 اس ام شهدان ابن الفحل اي كي اس الهاندرو والام كي اس سمر الملك والمربي ابو عمار وناصر الريني. The next course goes to court number 150 اس ام شهدان is by اي كي اس الهاندرو out of اي of KS Summer, the breed and the owner, Abu Ammar Manasra Rene. Type 18.5 19 19 and 19 وموفمنت الحركة ل اس ام الشهدان 20 19 19 19 20 19.5 19 19. العلامة النهائية للمهر رقم 150 اس ام شهدان 90 علامة. The total score for court number 150 شهدان 90 points. علامات المهر رقم 151 مرعب السلطان ابن الفحل سلطان جي كي والام اروى الجاسميه المربي جابي الملك محمود خليلي اللد. The next course goes to court number 151 مرعب السلطان is by سلطان جي كي out of اروى الجاسميه the breeder جابي and the owner محمود خليلي اللد. طيب 18 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 العلامة النهائية للمهر رقم 150 مرعب السلطان 88 علامة. The total score for court number 151 مرعب السلطان 88 points.
shaking, ain't no faking. For you to conquer all of me, for you to be the one for me. Ain't no feeling to be aching, cause what we have are meant to be. Cause future is a chance to see. There is nothing to believe. We're better together forever and ever. There is nothing to believe. We'll never surrender from pressure that we remember. The pleasure has never been better. علامات المهر رقم 152 زي صلاح الدين بن الفاحل بوسيدون او اس والأمنة ألادينا المربي والمالك مربط زميرو كالنسوا. The next course goes to court number 152, Z Salah Din, is by Poseidon OS out of Aladina. Bridge on the Honor, Zmero Arabians, Kalansawa. Taib. 18 all the cross legs الأرجل 15 ونص 15.5 one movement الحركة لزي صلاح الدين 19 ونص 19.5 العلامة النهائية للمهر رقم 152 زي صلاح الدين 90.12 the total score for court number 152 Z Salah al-Din 90.12 thank you this was the last to go علامات المهر رقم 153 براق أركي This program is offered by فريد والأم نور الشمس المربي جمعة خطبة المالك كنعان كنعاني عرابي The next course goes to court number 153 براق أركي is by RFI فريد out of نور الشمس The breeder جمعة خطبة and the owner كنعان كنعاني عرابي طيب 18 ونص 18.5 all the cross هناك الرأس والرقبة We are owned and operated by a family of horsemen who support and give back to our horse community. So you can rest assured that we have براق أركي بالمرتبة الخامسة ابن الفحل RFI فريد والأم نور الشمس المربي جمعة خطبة والمالك كنعان كنعاني الرابي مبروك The fifth place goes to court number 153 براق أركي by RFI فريد out of نور الشمس The breeder جمعة خطبة and the owner كنعان كنعاني عرابي بالمرتبة الرابعة fourth place حل المهر رقم 146 رغدان سيف ابن الفحل وادي الشغب والأم شهيلة المربي عماد زيود المالك جهاد زيود الناصرة The fourth place goes to court number 146, Raghadan Saif is by Wadi Shaqab out of Shahila. The breeder, Ahmad Zayud, and the owner, Jihad Zayud, Nazareth, Mabrook. بالمرتبة الثالثة يصعد إلى النهائي المهر رقم 150 الشهدان SM بن الفحل EKS Alejandro الأم KS Summer. المربي والمالك أبو عمار مناصر الريني مبروك.
The third place up to the championship goes to Colt number 150, Shahdan SM. He's by EKS Alejandro out of KS Samar. The breed and the owner, Abu Ammar Manasra, Arreni, Mabruk. بالمرتبة الثانية, second place. على المهر رقم 152, زي صلاح الدين بن الفاحل بوسيدون اويس الام الادينا, المربي والمالك مربط زميرو كالنسوا. The second place goes to colt number 152, زي صلاح الدين, is by بوسيدون اويس out of الادينا. The breed and the owner, Zmero Arabians, Kalansawa, Mabruk. وفي المرتبة الأولى, first place. المرتبة الأولى تربع على عرش هذا الشوط بالمرتبة الأولى, المهر رقم 144, سيتاي اي اتش من الفاعل دي بن رشيم والام اتش سامبا اتش, المربي اسحاق حلاق, المالك مربط ابو الريان كابول. الف الف مبروك. The first place, colt number 144, سيتاي اي اتش, is by دي بن رشيم out of اتش سامبا اتش. The breeder, إسحاق حلاق, and the owner, أبو الريان استاد كابول. مبروك أستاذ علاء ريان, ألف ألف مبروك. سيتاي أي إتش, مبروك مندر, مبروك العارض مندر كنعان, أعطيك ألف ألف عافي. ترفع الرأس مندر, كل احترام. مبروك أستاذ علاء ريان, مبروك يا حسن, حسن أبو الهيزة المدرب, أعطيك ألف عافي. مبروك شادي دولي, شادي يا شادي حبيب قلبي, شادي دولي ألف مبروك, أعطيك العافية. منذر كنعان, عرض رائع, ألف ألف مبروك. حج عارف سلامي زميرو, أعطيك ألف عافية, ألف ألف مبروك. زميرو دائما على منصة التتويج, أعطيك العافية. آدم, ألف ألف مبروك. يلا حبيبنا نخلي الساحة رجاء للبطولة, مشكورين. أبو المهدي, محمد المهدي, إذا سمعت على المنصة